فيرونتينا روما الدور الايطالي سيري اي الجوله 17. وين شفنا كيفاش المباراه كانت، شفنا كيفاش روما سيطره كامله في ملعب فيرونتينا امام جمهوره، وين روما كان مسيطر سيطره كبيره في الاستحواذ في التمريرات، يعني كانت سيطره من جانب روما. وين شفنا كيفاش مونتيلي المدرب تاع فيرونا اللي دخل بخطه 3-5-2 الشوط الثاني، شنا باولو المدرب تاع روما اللي دخل بخطه 4-2-3-1، يعني كانت المباراه كانت شيقه، شنا فيها اللعب، شنا فيها خاصه وين المستوى تاع البطوله الايطاليه وين راه في سلم التصاعدي كما نقولوا حنايا، شنا كيفاش وين روما نقولوا روما باللي 65% استحواذ، شنا كيفاش 401 تمريره بالنسبه لروما، شنا كيفاش 215 تمريره لفيرونتينا، شنا 41% بالنسبه استحواذ بالنسبه لفيرونتينا، يعني فيرونتينا. وشنا كيفاش شنا بيدرو اللي دخل في الدقيقه 66، شنا ديوسان، شنا كيفن، شنا هاريك، شنا جينيتو، شنا ميلان الذي سجل الهدف في الدقيقه 34، ايريك، شنا بول، يعني خوص، شنا خوسي، شنا جيرمان، نيكولا، شنا بارتلومي الحارس تاع فيرونتينا، هذه شفنا كيفاش خوسي الذي اضاع الهدف في الدقيقه 46، شفنا جيناتو الذي اضاع الهدف كذلك في الدقيقه 64، يعني نقولوا باللي فيرونتينا رغم ان ما لعبتش ما قدمتش مباراه كبيره، شفنا ليكوم الذي اضاع الهدف كذلك الثالث في الدقيقه 38، شفنا الاسكندر في الدقيقه 47، شفنا امادو في الدقيقه 57، يعني شفنا ديان الذي سجل الهدف الاول لروما في الدقيقة 19، الإسكندر الذي سجل في الدقيقة 21، ميلان وين سجل في الدقيقة الهدف التقليص في الدقيقة 34، يعني نقولوا بلي اليوم روما فيرونتينا روما سيطر عليه، شنا باولو لوبيز الحارس تاع روما الذي انقذ المرمى تاعو، شنا ليساندرو كذلك في الدفاع، شنا جينيكوم، شنا كريس، شنا ليسكندر المسجل الهدف، امادو، شنا جوردان، شنا نيكولا، شنا لوبيز، يعني ديجون، شنا ايدن المسجل الهدف الاول. المباراه وين الحال نقولوا بلي شنا فيدريكو كذلك في الاحتياط تاع روما، نيكولاس، هاريك، شنا كيفاش خون، شنا ليوناردو، يعني نقولوا بلي ويلدام، شنا دانييل، شنا ميركو، يعني كانت المباراه كانت شيقه، شنا فيها اهداف، شنا فيها الشوط اول شنا فيه 3 اهداف، شنا كيفاش روما سجل هدفين، فيرونتينا هدف واحد، يعني نقولوا بلي راوي شنا هدف، شنا كيفاش داني اللي سجل الهدف في الدقيقه 19، شنا الاسكندرو اللي سجل في الاسكندر اللي سجل في الدقيقه 21، شنا ميلان الذي سجل قلاصه من جانب فيرونتينا في الدقيقة 34، شنا هدف أورنيزيو اللي سجل في الدقيقة 73، هذه هي المباراة، مباراة وين كانت قوية، مباراة كانت جميلة، فيها أهداف، شنا أهداف في الشوط الأول، أهداف في الشوط الثاني، شنا كيفاش فيرونتينا حاول باش يعدل النتيجة لكن بدون جدوى أمام قوة لاعبين تاع روما، صحيتو.